بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، ارحب بحضراتكم مرة اخرى مع هذه الانطلاقة، انطلاقة الشوط الخامس عشر وهو الخاص بفتح القعدان الحقائق ومسافة 3 كيلو مترات الحاضرة مع هذا السن. نسير مباشرة الى المقدمة، الى الصدارة، الى الانطلاق الاول والى التحديات الأولى. مشاهدينا متابعينا الكرام، لنتابع هنالك الانطلاق مع شكلان محمد مطر بن محمد الرميثي، من يقدم لنا شكلان على المركز الأول. المركز الثاني الحضور والأداء مع مياس راشد بن دناب بن فالح بن سيف الشامسي، من بدأ يتقدم في هذه اللحظات، بينما نقلتنا القادمة مع شباب لسيد سالم بن عبد الله بن مصبح راعي الطيرة العامري، من يقدم لنا انطلاقة شباب من تسلل واستلم القيادة والريادة مع المركز الأول ومع الصدارة. المركز الثاني يتواجد شكلان محمد مطر بن محمد الرميثي قادم، والمركز الثالث الوصول مع الجارف عبد الله بن سلطان بن سعيد الدرعي هو القادم في هذه اللحظات، وايضا الوصول والانطلاق من الجانب الايمن شعار السبوسي بدا يتقدم الان مع برزام احمد بن علي بن سلطان السبوسي، من يقدم لنا انطلاقة مرزام من يحضر بهذا الأداء المميز، وهنالك أيضا الوصول والانطلاق مع الماهر سيف بن عبد الله بن مطر الاكتبي هو القادم في هذه اللحظات على مستوى المركز الخامس وسادس. التحديات الوصول مع مشوش محمد بن سلة بن قنزول العامري، من يقدم لنا مشوش في هذه اللحظات، أيضا القدوم والانطلاق مع نشوان سالم بن محمد بن سالم العامري والقادم في هذه اللحظات، وأيضا الوصول والاندفاع مع تواجد الشاذلي مطر بن غانم بن مسفر المنصوري، من يقدم لنا الشاذلي. أكتفي بهذا القدر، أكتفي بهذه الأسماء. العودة إلى المقدمة، إلى الصدارة، إلى الانطلاق الأول مع شباب سالم بن عبد الله بن مصبح راعي الطيرة العامري، من يقدم لنا شباب على أول التحديات، ولكن من غير الأمور مرزام أحمد بن علي بن سلطان السبوسي بدأ يغير، ينطلق إلى المركز الأول بهذا الأداء، بهذا الانطلاق الكبير. مرزام أحمد بن علي بن سلطان السبوسي يتقدم هنا، شعار مكتوم بن الشيبة السبوسي، من يقدم لنا مرزام على أول التحديات وأول الانطلاقات، يبحث عن الناموس وعن الفوز والانتصار. المركز الثاني راعي الطيرة قادم على ثاني التحديات، شباب سالم بن عبد الله بن مصبح راعي الطيرة العامري، ولكن الله القدوم الشاذلي مطر بن غانم بن مسفر المنصوري، ولكن من غير، من انطلق متعب ذيب بن حسن بن محمد الشامري العجمي، من يقدم لنا انطلاقة متعب متعب على المركز الأول بهذا الأداء المميز. شعار الشامري ينطلق بهذا الانطلاق الكبير والمثير، متعب ذيب بن حسن بن محمد الشامري العجمي، من يقدم لنا انطلاقة متعب مع الفوز والانتصار مع جولة التحديات وجولة الأوامر الأخيرة. يا سلام، 300 متر الأخيرة والخطيرة، العجمي متعب 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 مع الفوز والانتصار، ذيب بن حسن بن محمد الشامري العجمي، من يقدم لنا متعب مع الفوز والانتصار. تهانينا والناموس لك يا مالك متعب ذيب بن حسن بن محمد الشامري العجمي على ذا الفوز والانتصار. المركز الثاني الشاذلي مطر بن غانم بن مسفر المنصوري حضر على ثاني التحديات، والمركز الثالث مشاهدينا ومتابعينا الكرام شعار علي بن مبارك آل سالمين المنصوري، والمركز الرابع سمران المركز الثالث سعيد بن عامر بن سالم المغيري،
مع تيم، والمركز الرابع وصل سمران سعود بن عبيد بن كنيش الهاملي، والمركز الخامس مرزام مكتوم بن الشيبة السبوسي. تهانينا والناموس لمالك متعب على هذا الفوز والانتصار بشعار ذي بن حسن بن محمد الشامري العجمي. 4 دقائق 28 ثانية 7 أجزاء من الثاني. تهاني والناموس. المركز الثاني الشاذلي لسيد مطر بن غان بن مسفر المنصوري، من حضر على ثاني التحديات والتوقيت الزمني للشاذلي، قاطع مسافة 3 كيلومترات 4 دقائق 30 ثانية 6 أجزاء من الثانية. المركز الثالث كان الحضور مع تيم سعيد بن عامر بن سالم المغيري، والتوقيت الزمني 4 دقائق مع تيم 35 ثانية بالوفاء والتمام والكمال. بينما المركز الرابع حضر على رابع التحديات هنالك سمران سعود بن عبيد بن كنيش الهاملي، والتوقيت الزمني 4 دقائق 35 ثانية 7 أجزاء من الثانية. المركز الخامس حضر على خامس التحديات مرزام لسيد مكتوم بن الشيبة السبوسي، والتوقيت الزمني 4 دقائق 36 ثانية 3 أجزاء من الثاني. تهانينا والناموس.